الصور اللي شايفينها قدام حضرتك دي كمان كان والده موجود، ومن خلال تصريحات بيكام ان هو كان بيشتغل على النقطه دي، ان هو خرج من النادي الاهلي وكان عارف انه هيرجع تاني، طور مستواه بشكل كبير على المستوى الاسري. بنتكلم والده اتكلم بشكل اكنه لعيب كوره، وهو قال للواد من نفسه وعنده 7 سنين انه يلعب في النادي الاهلي، وده كان بالنسبه له طبعا حلم وجوده دلوقتي يعني او تصعيده. تعب معايا والنادي الاهلي، وهو كمان انا اعرف بكم من اللعيبه المتزنه، يعني لعيب هادي، لعيب كوره كويس. كمان خلينا نتكلم واخد رايك في النقطه دي، موسيماني بيحب اللعيب زي بيكم. ليه بيحب اللعيب زي بيكم؟ لان بيكم برضو من الحاجات الكويسه انه السنتين قضاهم في وادي دجله. وادي دجله مدرسته من خلال طبعا المدرسه اليونانيه، عارفين ان هو مدرسه بتبني الكوره من تحت يعني، وده النوع تقريبا اللي يعني موسيماني بيحبزه، خاصه في لعيبه خط الظهر، انه لعيب مهاراته عاليه، لعيب يقدر يبني من تحت بشكل كويس. شفنا دوت مع وادي دجله في السنتين اللي فاتوا، شفنا ده مع الكابتن شوقي غريب في المنتخب، وبالتالي المدرسه قريبه جدا، وبالتالي نتوقع ان شاء الله انه هيكون اضافه للنادي الاهلي. لا خطوه مهمه يا كابتن، وانا بقول لحضرتك ضيفوا على العناصر اللي راجعين ده، انت كده عندك ايه؟ رجعت 6 من ايه؟ 6 من ابنائك. يعني ده انت كده تلت الفرقه برضو موجود عندك، الناس اللي نشات في قطاع الناشئين طبعا. ده عشان ما الناس ما تفقدش الامل. يعني ايه هو ايه اللي يدي يخلي الناس في قطاع تشتغل وتعمل جهد وبتطور وجايب مدرب اجنبي وبتفتش وبتدور على العناصر المميزه؟ لازم يبقى الناتج فوق، الناتج فوق، ولازم يشوف زميله اللي كان معاه طلع في الفريق الاول، وده لازم يكون من خلال ايه؟ من خلال انك انت لما بتجيب المدرب الاجنبي اللي انت جايبه ده لازم ياخد صلاحيات اكبر من كده، انه كمان يبقى كانه المدير الفني للنادي ككل. يعني تتحطون احنا عايزين دلوقتي عندنا مشكله في الباك رايت فبندور على حد، طب نقدر بعد سنتين يبقى عندنا عندي اقدر هجيب هندور على حد، طب عندي في الباك ليفت مشكله، طب عندي في المساك زي ما انت شايف الازمه اللي بتعاني منها، يعني مش بعاني منها الاهلي، لا بتعاني منها الكوره المصريه، هو مساك لعيب الكوره، في مساك لعيب كوره، مش مصيره ان هو بيقطع الكوره بلاد، لا يعرف يعرف يبني كوره من تحت. دليل انك انت فكرت واحد باصص بره فجايب بدري بنون، انا عنده، ولما جه بدري بنون اتعرض لحمله، ومتعرض لحمله لغايه دلوقتي بكلام كله ايه للنايل من اللاعب وبتاع، لكن ده مش مشكلتنا دلوقتي. لكن انا عايز اقوله لك انه دي خطوات مهمه جدا، ودي خطوات تخليك انك انت ايه كده انت بدات تحط رجلك، يعني تفوق للجزئيه دي وتحط لها اهتمام. فاتمنى ان احنا يعني النادي يسير على نفس النهج، اتمنى الناتج في مساله قطاع الناشئين مش انك انت تفوز بالبطوله، انك انت تقدم لي لاعب. صحيح. يعني تقدم لي لاعب واثنين، ان هو ده الهدف الاساسي، واي مدرب او اي مكتشف يجيب حاجه مميزه لازم ده يعامل معامله خاصه. يعني صعب جدا، يعني المواهب نضب معينه في الفتره الحاليه دي، فانت محتاج برضه اللي يعرف يكتشف، واللي يعرف يبص، واللي يعرف يصبر، واللي يعرف ياخد حته الذهب دي يلمعها ويقدمها لك، جهز ده برضه كله مش هيجي ايه في وقت. انت كمان كملت الدايره وربنا وفاه، فجبت واحد كمان اسطى صنايعي هيد كوتش بقى بتاع الفريق الاول برضه. حابب ايه؟ حابب الجزئيه دي، وحابب شايف نفسه برضه، شايف مصدوم من حجم برضه الاسعار العاليه جدا في اللعيبه مقارنه بالوضع. يعني شايف انه ممكن يبقى مقارنه حتى بدوري جنوب افريقيا الاسعار اللعيبه في مصر بتبقى لا 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 اعلى بكتير، عاليه مرتفعه جدا، مفيش مقارنه، مش عاوزين نقول فيها لانه فيها كلام وحواديت كتير جدا. فبرضه من المدربين اللي عنده ايه اللمسه برضه، عين عايز النوعيه اللعيب الهادي اللي هو يعني مش مبالغ في طلباته، مش يعني لا يعني عاوز حد يشتغل كله تركيزه في الملعب.